محافظة قنا انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي بوزارة الأوقاف في عدد من المحافظات ومنها قنا، وذلك بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين وعدد من كبار القراء والمبتهلين. من هناك تفاصيل أوفى مع الزميل هانش حتى. في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بدأت فعالية الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بنجاح حمادي، والذي يتناول العديد من الموضوعات مثل التوبة سبيل الفلاح وفضل قراءة القرآن والرحمة بالضعفاء وصدقة السر. ويبدأ اليوم الثقافي بعد صلاة العشاء مباشرة بتلاوة للقرآن الكريم ومحاضرة لأحد علماء الأزهر الشريف أو الجامعات المصرية، ثم الابتهالات الدينية. وقد لقى الأسبوع الثقافي إقبالا كبيرا من رواد المسجد والمساجد القريبة. كان اليوم طبعا القرآن الكريم، فضل تلاوة القرآن الكريم، وكما سمعتم وشاهدتم أنه فيه ربط كبير بين الإنسان المسلم وبين القرآن الكريم، وهذا الربط وهذا التخلق بأخلاق القرآن الكريم بلا شك أنه يفيض على المجتمع المصري بكل طوائفه. يعني إذا كان الإنسان المسلم يتخلق بأخلاق القرآن الكريم كما كان يتخلق به النبي صلى الله عليه وسلم، فبلا شك سينعكس هذا على أحوال الإنسان في الشارع، في معاملته مع الناس، في معاملته مع أهل بيته، في معاملته مع زملائه في العمل، في أي مكان من الأماكن سينعكس عليه هذا بالإيجاب، ونصبح مجتمعا طيبا، يعني يتحاشى أي أخلاق تخالف أخلاق القرآن الكريم. فالقرآن الكريم حقيقة لو أننا تمسكنا به، وفعلا الناس محبون ومتمسكون بالقرآن الكريم. هذا الأسبوع ينعقد الأسبوع الثقافي بمدينة نجاح حمادي بمسجد العتيق، موضوعات مختارة وأساتذة وعلماء أفاضل يلتقون بجمهور هذه المدينة، يبصرون لهم تعاليم الدين الإسلامي، ويستقبلون معهم شهر رمضان المعظم في أمسيات دينية وحضور جماهيري منقطع النظير. نسأل المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه المجالس الثقافية والأمسيات الدينية، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. من محافظة قنا هانش حتى لأخبار طيبة.